السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض كده بنتكلم سريعا عن جزئين صغيرين، الدراي باودر ميكسنج والتيبل بتاع الاير موفمنت. فلما نتكلم مع بعض عن الدراي باودر ميكسنج، فاحنا بنتكلم على ميكسنج لتو باودرز مع بعض. عندنا هنا تو كيسز، يا اما الميكسنج ايديال يا اما الميكسنج يكون براكتيكال. الايديال ميكسنج هو الميكسنج ما بين تو باودر عندهم نفس الصفات، عندهم نفس البارتكل سايز وعندهم نفس الدنسيتي. اما لما نتكلم عن البراكتيكال ميكسنج، الميكسنج ما بين تو باودر عندهم ديفرنت بارتكل سايز وعندهم ديفرنت دنسيتي. طبعا لو سالنا مين هيبقى الميكسنج بتاعه صعب، دايما البراكتيكال ميكسنج هيبقى اصعب من الايديال ميكسنج. بس لما نتكلم بقى جنرالي كده عن الميكسنج، لازم ناخد بالنا كده للباودر في حاجه اسمها سكيل اوف سكروتني. السكيل اوف سكروتني اللي هي الخطا، معدل الخطا المسموح به اثناء الميكسنج. فمن الاخر، كل ما كميه الباودر ما كانت كبيره، كل ما السايز اوف باودر ما كان كبير، كل ما كان الخطا المسموح به ما هيبقى كبير. يعني السكيل اوف سكروتني او الاس اس ما هتبقى كبير. وكل ما يبقى الباودر كميته قليله، دوا بوتنت يعني، كل ما السكيل اوف سكروتني ما يبقى قليل. يمكن فينا مثال، لو عندي ماده فعاله 100 مللي جرام بحطهم مع 100 مللي جرام دلوقتي، وعندي كيس ثانيه دواء بوتنت كميته 0.05 مللي جرام وبحطهم مع 100 مللي جرام ديلوانت او لاكتوز. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا في السكيل اوف سكروتني هنا 10% والسكيل اوف سكروتني هنا 5%. يعني كل ما يزيد كميه الماده الفعاله اللي موجوده اكتر، كل ما معدل الخطا المسموح به ما يبقى كبير. وكل ما بيقل كميه الماده الفعاله اللي موجوده، كل ما يبقى الدواء يعني بوتنت اكتر، كل ما يبقى معدل الخطا المسموح به ما هيبقى اصغر. ده سهل جدا الفرق ما بين السكيل اوف سكروتني في حاله البوتنت دراج والنون بوتنت دراج. فهو حتى بيقول ان السكيل اوف سكروتني معدل الخطا يعني المسموح به، او ساعات بيعرفوه ان اقل كميه من الماده او من الدراج نقدر نخلطهم بشكل جيد. طيب نخلي بالنا بقى، السكيل اوف سكروتني زي ما احنا قلنا بيعتمد على الدوز سايز والسامبل سايز، والاثنين زي ما اتفقنا علاقتهم طرديه. يعني كل ما يزيد السامبل سايز او الدوز سايز، كل ما يزيد كميه الباودر اللي موجوده، كل ما مقدار الخطا المسموح به بيبقى كبير. اما البوتنسي علاقتها طبعا عكسيه، كل ما الدواء يبقى بوتنت اكتر هيبقى كميه الدراج صغيره، وبالتالي هيبقى الخطا المسموح به صغير. يبقى علاقه البوتنسي بالسكيل اوف سكروتني علاقه عكسيه. كل ما يبقى الدواء بوتنت بيبقى الخلط بتاعه عمليه صعبه مش سهله. عشان كده دايما بنستخدم حاجه بنسميها جيومتريك ميكسنج. فلو عندي بوتنت دراج زي الديجوكسين او زي السالبيوتامول، صعب خلطهم مع بعض على طول، لازم يتخلطوا بحاجه اسمها جيومتريك ميكسنج. وهنا بقى لازم يعني نشرح حاجه كده مهمه شويه بالنسبه لنا، خليها كده نقولها بالطريقه دي يا شباب. لو تخيلنا ان احنا عايزين نخلط 100 مللي جرام من دراج مع 900 مللي جرام من لاكتوز، ازاي نخلطهم مع بعض؟ احنا عارفين ان هما لا يمكن يتخلطوا مع بعض عشان الكميات مش متساويه. فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها جيومتريك ميكسنج. يعني ايه بقى جيومتريك ميكسنج؟ جيومتريك ميكسنج معناها خلط تصاعدي، بمعنى ان احنا هناخد من هنا 100 مللي جرام وناخد من هنا قدهم 100 مللي جرام، فيبقى المجموع الكلي كام؟ 200 مللي جرام هنا، وده هيبقى 800 مللي جرام. لو اخدتوا بالكم دي كده خطوه الميكس رقم واحد. وبعدين ناخد ال 200 مللي جرام اللي موجودين هنا مع 200 مللي جرام من الناحيه الثانيه، فيبقى المجموع الكلي كام؟ 400، وده يبقى 600. ده كده هنسميه الميكس نمبر 2. وبعد كده ناخد ال 400 من هنا مع قدهم الناحية التانية، هيبقى المجموع الكلي هنا 800، وده كده هيبقى 200. وطبعا لما يبقى الرقم الأخير ده بقى أصغر، طبعا ده كده الميكس رقم 3. وبعد كده ناخد بقى ال 800 دولت مع ال 200 دول، نعمل لهم مع بعض ميكس في الاخر، وده كده هيبقى الميكس رقم 4. يبقى خلط ال 100 مللي جرام من الدراج مع 900 مللي جرام لاكتوز احتاجوا اربع مراحل ميكس علشان يحصل. ده بنسميه علميا جيومتريك
اوكي طيب، حاجه تانية برضو مهمه جدا بالنسبه لنا هنا اللي هي الايفالويشن اوف ذا ميكسينج. دي مهمه قوي بالنسبه لنا. يعني ايه ايفالويشن اوف ميكسينج؟ ازاي نقيم عمليه الميكسينج؟ تقييم الميكسينج بالنسبه لنا طبعا لازم ناخد عينات اثناء الميكسينج، دي بنسميها اي بي سي. اي بي سي اختصار لكلمه ان بروسيس كنترول. يعني ايه ان بروسيس كنترول؟ يعني بناخد العينات اثناء الصناعه عشان نطمن الميكسر شغال كويس، فبناخد سامبلز كده اثناء الصناعه بتاعتي. طبعا السامبلز اللي بتتاخد بقى بعد ما المنتج ما بيخلص دي بنسميها كيو سي اللي انتوا عارفينها، كواليتي كنترول. احنا في عندنا تو تيرم، في حاجه اسمها كواليتي كنترول وفي حاجه اسمها ان بروسيس كنترول. وطبعا زي ما اتفقنا ان حجم السامبل اللي بناخدها دايما بتتناسب طرديا مع الدوز. يعني لو الجرعه بتاعت الدواء كبيره فناخد سامبل كبير عشان نعمل لها اناليسيس، ولو الجرعه بتاعت الدواء صغيره ناخد منها سامبل قليل. مهم قوي بقى النقطه دي ان النمبر اوف ذا سامبل دايما ديبند على السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي بتاعت الميثود اللي بنقيس بيها. يعني الاتش بي ال سي احنا عارفين ان عنده سبيسيفيستي وسنسيتيفيتي اعلى من اليو في، اعلى من التيتريشن. فلو سالنا سؤال صغير يبقى الاتش بي ال سي لما نيجي نستخدمه هضطر استخدم معاه سامبل حجمها ايه؟ طبعا خلي بالكم ان حجم السامبل اللي بنسميه سامبل سايز بيتناسب عكسيا مع السبيسيفيستي او مع السنسيتيفيتي. فكل ما تبقى كل ما يبقى الجهاز مور سنسيتيف او مور سبيسيفيك كل ما ياخد سايز صغير. اذا نقدر نقول لو هنقسمها هنا بيزد على السامبل سايز، فبيزد على السامبل سايز هيبقى التايتريشن اكبر من اليو في اكبر من الاتش بي ال سي. يبقى العلاقه السامبل سايز بالسبيسيفيستي علاقه عكسيه مش علاقه طرديه. ده فيما يخص الجزء بتاع الايفالويشن اوف ميكس. الجزء الاخير بالنسبه لنا هنا هيبقى الجزء بتاع الاير موفمنت اجيتيتور او الموفد اير او نيتروجين. ايه الكلام ده؟ ده جهاز مشهور قوي اسمه فلويد انرجي ميل او فلويدايزد بيد جرانيوليتور او فلويدايزد ميكسر. خلينا كده نشرحه سيمبلي الاول هنا بعد كده نتكلم بالتفصيل بقى عنه. عندنا ثلاث حالات كده، حاجه اسمها فلويد انرجي ميل، فلويدايزد بيد جرانيوليتور، وفلويدايزد بيد ميكسر. يبقى في عندي ثلاث حالات موجوده. الفلويد انرجي ميل ده جهاز بيعمل سايز ريدكشن، بيصغر الحجم. اما فلويدايز بيج جرانيوليتور ده بيعمل سايز انلارجمنت. طبعا سايز انلارجمنت يعني بيحول الباودر الى جرانيول. اما الفلويد بيت ميكسر ده بيعمل عمليه ميكسينج. اللي موجود عندنا يمكن في الورق الجهاز اللي هو الفلويد بيت ميكسر، ولو شفتوه هتلاقي الديزاين بتاعه شكله عامل كده بالظبط. ده منظر الجهاز بتاعنا، شكله عباره عن كده. الجهاز ده عباره عن الفلويد بيد ميكسر ده. القصه كلها ان احنا بندخل من هنا الاير بتاعنا. طبعا ممكن يبقى اير او ممكن يبقى نيتروجين جاز. امتى بنستخدم النيتروجين جاز؟ لو الماتيريال بتاعتنا اوكسيدايزبل. يعني لو في عندنا ماتيريال اوكسيدايزبل فبنستخدم النيتروجين جاز. الاير لما بيخش ده عباره عن سكرين. طب السكرين ده عباره عن منخل. منخل يعني ايه؟ يعني هيبتدي الاير يعدي منه كده ويطلع لفوق. هنا بنبقى حاطين الباودر بتاعنا. اللي بالاحمر ده كده عباره عن الباودر بتاعنا بالمنظر ده. ايه اللي بيحصل؟ طبعا الاير وهو جاي من تحت كده يبتدي يحصل دوامه. الدوامه ديت بالمنظر ده كده تبتدي تاخد الباودر بتاعي وتقلبه على بعضه، فبيحصل شكل من اشكال الايه؟ الميكسنج. فهنا بنعمل ميكسنج للباودر باستخدام الاير او باستخدام النيتروجين. طبعا في فوق هنا ده فلتر. الفلتر ده هيعدي مين؟ هيعدي بس الاير اللي بيطلع من الجهاز وبس، طبعا ما يعديش خالص الباودر. يعني الباودر بيفضل محبوس جوه الجهاز مش بيطلع لبره.
الاير بس اللي بيطلع لبره، وبقعد اعمل ميكسنج زي ما انتم شايفين كده. من الملاحظات في الجهاز ده ان الجهاز ده المنطقه اللي بيخش منها الاير كده تحس ان هي جايه بزاويه انجلد، ودي مهمه قوي، يعني الاير داخل بزاويه، زائد ان الاير او النيتروجين بيبقوا انترميتنت. يعني ايه انترميتنت؟ يعني الهواء مش بداخل مستمر، بيبقى متقطع، شويه هواء والجهاز يقف، بعد كده شويه هواء وما يدخلش هواء، يعني بيقعد الهواء يخش زي ومضات كده، وده اللي بيساعدنا ان يحصل ميكسنج بشكل كويس. ده بنسميه فلويدايزد بيد ميكسر. الفلويدايزد بيد جرانيوليتور بقى ده عباره عن جهاز تاني خالص، نفس المنظر ده بس بيبقى مدخل الاير من تحت كده، فالاير بتاعنا بيخش من تحت، وبرده هنا في سكرين، ده الاير او النيتروجين جاز، والاير يبتدي يعدي المنظر ده كده، والباودر بتاعنا بيبقى موجود بالشكل ده. الاير هنا بيخش كونتينيوس بقى، مش بيخش انترميتنت، ودي مهمه، وداخل من تحت من البوتن، مش داخل بزاويه. طب وبعدين الاير بيقعد يتحرك، والاير بيتحرك بقى كده فوق، ببتدي ارشه بحاجه بنسميها بايندر. كنا خدنا قبل كده ان البايندر ده اللي هو ايه بيعمل الجرانيول، فبنرشه هنا كده ببايندر او جرانيوليتنج فلويد، والبايندر ده يبتدي يترش على الباودر ويحول الباودر من باودر لجرانيول. ده اللي هو الفلويد انرجي او فلويد بيد جرانيوليت. الفلويد انرجي ميل كان موجود في الصفحه من فوق، وده جهاز بيعمل سايز ايه سايز ريدكشن، وبستخدم فيه برضو الاير علشان يعمل سايز ريدكشن. يبقى احنا في عندنا ثلاث اجهزه مختلفه، والاجهزه دي كلها بتعمل نفس، الاولاني بيعمل ميكسنج، الثاني بيعمل سايز انلارجمنت، الثالث بيعمل سايز ريدكشن. الفلويدايزد بيد جرانيوليتور ليه اسم ثاني اسمه فلويدايزد بيد دراير. الجهاز ده هو نفس المنظر ده بالظبط كده، نفس الفلويدايزد بيد جرانيوليتور ولكن بدون بايندر. يبقى لو شلنا البايندر من الجهاز ده، لو شلنا البايندر من فلويدايزد بيد جرانيوليتور يتحول لفلويدايزد بيد دراير، والفلويدايزد بيد دراير بيحول الويت جرانيول الى دراين او دراي جرانيول. يبقى احنا في عندنا اربع اجهزه، اولهم كلمه فلويدايز، فلويد انرجي ميل سايز ريدكشن، فلويدايزد بيد جرانيوليتور سايز انلارجمنت، فلويدايزد بيد دراير ده دراير او دراين. الاثنين دول شبه بعض جدا، الفرق بس بينهم في وجود البايندر او عدم وجود البايندر. والفلويدايزد بيد ميكسر جهاز شبههم، بس الاير بيبقى داخل بزاويه كده وداخل بشكل متقطع، والجهاز ده بيعمل ايه؟ بيعمل ميكسر. طيب لو رجعنا بقى للكلام اللي مكتوب هنا، فهنلاحظ ان الاجيتيتور ميكسر اللي موجود عندنا زمان، سوري، الاير موفمنت فلويدايزد بيد ميل او فلويد انرجي ميل، وفلويدايزد بيد جرانيوليتور، وفلويدايزد بيد ميكسر. الميكسر داخل الاير بيخش بزاويه بانجل، وبيحصل عاصفه جوه بنسميها سبايرال. اما الفلويدايزد بيد جرانيوليتور اللي هو بيخش من البطن، الاير ادمشن، الاير هنا بيخش بشكل متقطع علشان يمنع السيجريجيشن، عشان الباودر ما يفصلش عن بعضه. كل الاير بيخش 8 مرات، 8 ومضات، كل ومضه فيهم بتقعد ثانيتين، وبيبقى دايما في ثانيه واحده كده فاصله ما بين كل ومضه والثانيه، يعني زمن الاير بيدخل في ثانيتين ويقف في ثانيه، يدخل ثانيتين ويقف ثانيه. اما هنا الاير بيخش بشكل كونتينوس. الجرانيوليشن فلويد هنا مش موجود طبعا، وهنا موجود. هنا الهدف ميكسنج في وقت يقل اقل يعني، او ما يزيدش عن 24 ثانيه، فجهاز كويس جدا جدا. اما هنا بيبقى الهدف منه سايز انلارجمنت، او ان احنا نعمل جرانيول. بكده نكون خلصنا مع بعض الجزء اللي كان فاضل لكم. حاجه اخيره بس، ان في النوت نمبر 1، في النوت نمبر 1 بس نخلي بالنا في النوت نمبر 1 ان في رسم بياني كده موجود في الفيديو، الفيديو بتاع النوت نمبر 1 كان في رسم بياني كده علاقه ما بين التمبريتشر وما بين السوليبيليتي، الرسمه دي مهمه جدا فالناس تركز عليها. ونشوفكم على خير ان شاء الله المرات الجايه.